طبعا مشاهدينا معين البسكي بدا من سن صغير، مجاله يتطلب الكثير من التركيز والدقه، غير انه يحمل الكثير من الخفايا والاسرار. فحياك الله معنا في دولتك الثانيه، دوله يا مرحبا وسهلا فيك ومرحبا الساعه. اهلا بك يا مرحبا. بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، ابغى نعيد ونقول كل عام وانتم بخير، والخليج كلها بمواطنيها وسكانها، وعسى ان شاء الله كل ايامهم سعيده وكل ايامهم عيد ان شاء الله، وان شاء الله اللمه تكون شويه اليوم حلوه ونسوي لكم اشياء حلوه ان شاء الله تستانسون تنبسطون ويانا. انت تعرف انا من البدايه توقعت ان انت راح يكون دخولك غير، راح فجاه شي نحصلك على الكرسي. بس عاد شو نسوي؟ ان شاء الله بنسوي لكم اشياء ان شاء الله حلوه ومميزه. ان شاء الله احنا متوقعين اليوم مفاجات، انا وعدت مشاهدين ان راح يكون بانتظارهم اشياء خياليه، يعني راح يكون منتقدك وايد بين انت ما عندك مشكله بالبرامج والالعاب الخفه وهالاشياء. لا بالعكس صديقي، لانه قال لي بيعلمني بعض. راضيت يا وهذا اساس انه ما يجرب عليه. لا انت اليوم بنعلم الناس عشان تبون اشياء مختلفه، يعني هي العاب خفه هي على اساس الناس احيانا تجيني في الفيسبوك وش اسمه وصفحات التواصل وشي ان ها شياطينك زخوهم وما نشوف عروض منك في رمضان، هل هذا ما يجوز؟ فهي كلها العاب خفه. صحيح. اللي بيشوفونه اليوم اللي بنسويه ان شاء الله وياكم بالبرنامج هي العاب خفه، ولكن كونها شويه طالعه عن المالوف، كونها شويه شلون العاب خفه وانت قدرت تسوي شيء، هي ان تخلي العالم يستغربون من كونها العاب خفه. انا في طلعت بوايد برامج مختلفه وشرحت وايد من العاب الخفه اللي اسويها، كون ان اخبر العالم ان هذه ممكن الواحد يتعلمها، اي واحد منو ما يكون وباي عمر ما يكون. انت جاوبت على كثير من التساؤلات انا كنت راح اطرحها لك. معين بستكي الحين جاء دورك. يلا. اوكي يلا المسرح لك. زين لا تبتدي معي. بنسوي شيء مع الاستاذه حنين والكل هنا شاهد والناس قاعد يشوفونا لايف على الهواء. اللي ابيك تسوين استاذه انك ابيك تتذكرين موقف نوع ما صار لك وما عيبك، كنت زعلانه عليه. حولنا في طاقات موجوده، في طاقات ايجابيه وفي طاقات سلبيه. أوكي. اللي ابيك تسوين لما نتخلص من الطاقات السلبيه اللي ممكن تكون متواجده عندك، حلو، ابيك تتذكرين كم من موقف من الطاقات السلبيه اللي صار لك، حد لف عليك في السياره، زعلت من حد، لما تخلص منها ابيك جمعينهم. اوكي بالك نجرب عاد الحين في البدايه في شخص ثاني مو فيني. تجمعينهم في بالك، تجمعينهم في مخك طاقات سلبيه، ابيك تاخذين شهيق، خذي شهيق عند الجلاس هذا، ابيك تصبرين بضيع الشهيق، ابيك تاخذين زفير، كانك قاعد ترمين الطاقه السلبيه كلها هني. اوكي والله شكل العيد جاء والحمد لله ترى ما في طاقات سلبيه وايد. اللي موجود بنحاول نتخلص منه. استاذه حنين ايش تركزين معي؟ اوكي تركزين على الكلاس. كان في طاقه سلبيه موجوده عندك لما تتخلص منها ركزي عليها، ارمي الطاقه كأنه مسدس قاعد ترمينه على الجراس اللي موجود على عدد ثلاثة، 1 2 3. Oh my god. لا هاي مش طبيعي. Oh my god. لا ملايين ترى ما كان في طاقة سلبية وخيط. Oh my god. لا عاد هاي نبيك تقول لنا شلون صارت كذي، شو السبب شلون؟ لا هذه خفت يد. لا ما خفت يد. لا بعد ما نقدر نقول سحر الحين، هو يكون رفيجك راح كله راح يستلمك. تاخذي نفس واحده ثانيه تبونها ولا نبع شوي؟ لا واحده ثانيه مع مدام وداد. مع مدام وداد واحده ثانيه مع مدام وداد. طلبتوا ايش معنى يعني الحين المره الثانيه احنا ابو خالد مو بروح اتخرع. خلصت قراصاتنا كلها اليوم. لا هي قراصات استاذه وداد. اللي بنسوي وياك ما على جماره في عندي بورده موجوده هنا عندي، أنا أبيك تسوينه، أبيك تقبضين البوردة هاي من غير ما تراوين أي حد من الموجودين أو المشاهدين، بعطيك قلم، أبيك ترسمين رسمة مبسطة، أوكي؟ ترسمينها وتحطينها عندك لما أنا أقول لك شو تسوين، وأنا بكون صاد هصم أساس أنا ما أشوف شو اللي قاعد ترسمينه. عندك القلم، عندك البوردة، أرسمي رسمة ما حد يشوفها، لا أنا ولا أحد، لين ما أنا.
ما حد يشوفه؟ ما حد يشوفه. بس معين انت ما تحب ان يطلقون على اللي تسويه سحر هو العاب خفات يد؟ هي العاب. احنا نبي تفسير اللي قاعد نشوفه. بس انت حطي عندك انا ما بشوف. اعطيني البورد سقطي عدل واشوف. الاخ ماشي ابيش تلقين عليها نظرة أخيرة، أوكي؟ أوكي. أبيش تمسكين الرسمة هاي، أبيش تحطيني اللي من قلبك، أخذ القلم منك. إيه خذ. أوكي. أبيش تركزين وياي. أنت رسمتي رسمة. ما حد شافها. أنا ما شفتها. أنت ما شفتها؟ لا ما شافها. ما حد شافها. ركزي وياي. ركزي وياي. ركزي وياي. بالرسمة. اصبري يا زينب. زين تمسكيها عندي ما قرب اشوفها. اوكي رسمة الاستاذة. رسمتها احلى هي مدام وداد كواري. ما تفاجأت بان انت قدرت ترسم الرسمه؟ قاعده تقارن مين احلى؟ هي احلى رسمتها. شكرا وما قصرت. شكرا لك. شكرا لك معين. مشكور. خلاص ما عادكم صديقي. اللي انا الضايج منه احيانا لما اكون جالس مع ربعي في مكان وشيشون، فانا اكون جالس وانا ما شيش بعد الواحد يا انه قاعد شيش يا انه على البلاك بيري. هاي معناته رفقائك رفقاء سوء. زين ما اعرف ايش يسمونهم. بس انه انا قاعد اخبر حد يبنا غرضني. انا عارف ان الحين قاعد اخرب بينك وبين ربعك عشان يوم تروح. لا برايي ليش انا ليش خبرتش على الشيشه؟ لانه جبت لكم شيشه حلو. بس الشيشه هاي انا ما جبت اعزب انه اشيش فيها، ولكن جبت اعزب انه أراوي ربعي أو أن الناس اللي يشوفون أن لها ممكن نسوي لها استغلال ثاني أو أن شيء ثاني ممكن نسويه بطريقتي الخاصة، وهي الحركة اللي أعلمكم في العالم لها أول واحد والوحيد اللي أسويها يعني. حلو. ولكن أعتقد هاي يبالها موسيقى، بس لو أنه بيحطون لنا موسيقى على الحركة موسيقى هاي. موسيقى نحط موسيقى. طبعا المشاهدين إحنا ضد الشيشة عشان ما يقولون إن إحنا. أيوة يمكن يقولون إن في خير، بس معين ترى بديت تخرعنا ها. صح انت ابو خالد يقول يمكن بالخاتم. زين شلون تتحرك بروحها من غير ما تتحركها بعد؟ صالح يقول شيء. هاي صالح وجهه صوب منصور عيل. يلا صدق وجهه صوب منصور. لا تعليق. والله صدق لا تعليق. ترى على فكره يمكن صالح مش مقتنع بالموضوع. انت هات خلصنا سريح. لا برايك انا كنت في دبي مرت على السوق. مرت على السوق. لا انت بتخرعنا بتخرعنا اليوم. زين طيب
ضيفنا معين البستكي ذو 31 عاما، مبدع إماراتي تميز في عالم خفة اليد وألعابه الشيقة. كانت بدايته في العام 6 من عمره عندما رأى جده يعض الدرهم ويصبح نصف درهم بطريقة خفية. من بعدها انطلق في اهتمامه وألعابه، عرضت أعماله على مختلف الشاشات العربية، وعمل مع العديد من المشاهير الذين أبهرهم بخدعه الغريبة. أصلي فولاد، منفتح دائما باحثا عن فرص جديدة لإبهار المشاهد العربي والأجنبي. إنه معين البستكي. بيتين أخوي معين، تبي تسأل معي؟ أنا عندي مشكلة إن شاء الله يحلها معي، محتاج والله فزعته. محتاج المايك أظل يلا؟ لازم مايك؟ مهم طبعا. يقول يا معين الله على الدنيا يعين، يا معين الله على الدنيا يعين، راحت الدنيا وحنا في عنا، كان عندك حل في صاف الجبيل، اسحره تكفى وهات اهلي هنا، تكفى يا معين. We'll be right back.